السلام عليكم، صباح فطوركم الأحباب، مرحبا بكم معنا من جديد. نتمنى تكونوا بخير وعافية إن شاء الله. اليوم راح نشرح لكم طريقة جديدة، وهي كيفية نقل لعبة من برنامج ستيم إلى برنامج ستيم، ولكن من جهاز كما نقولوا احنا الكمبيوتر إلى جهاز كمبيوتر آخر. نعبي ذاك الناس تقول الكمبيوتر، ما عليه، نقولوا الحواسيب، نقولوا البي سي ليسونسيال، ما تفهموها برك. مثلا أمامكم خاوتي، عندي هنايا عندي السي دي، عندي جميع خلاص الصلبة أمام كما هنايا، لي بارتيسيون كما تقولوا لهم. اللعبة خاوتي باه نسمى فهم كما أنا لازم ديما نتاستي، باه ندخل في الموضوع. هاك مشتوني، ما طولت عليكم، دخلت ديريكت في الموضوع باه ما نتعطلش عليكم. اليوم كما تشوفوا هنا هذا الإي، واش كان فيها؟ تشوف فيها ستيم ليبراري، راها فارغة. شتوها اللعبة تاعي كانت هنا، اللعبة هذه راك تشوفوا فيها هنا، ها هي هذه، تشوفوا فيها كول أوف ديوتي، كانت عندي 38.4. درك هذه راها بالميزاجور جديده، كانت وين؟ كانت هنا في الاي. انا باه ندير الطريقه هذه، واش درت؟ باه نهزها من الاي، خطراكش الاي تاعي صغير، ما عنديش فيه ميموار. هي اللعبه طلبت 12 جيجا جديده، وهنا عندي الفيد 40 جيجا. راك تشوف فيها ديجا اللعبه مكوبيا. واش عملت انا؟ تبعوني مليح، حكمت اللعبه، درت لها هيك كوبي كوبي هكا، ورحت للدي تاعي عندي فيه الفيد، درت كولي. راك تشوف فيها جات لعبة هنا كيما راك تشوف فيها، هاي كومين، هاي كال اوف دوتي، هاي لعبة كاملة. راني قاعد نشرح بالتوضيح باه واحد ما يتروى. نروح ودرك احنا هنايا للستيم، نعطيكم طريقة كيف درتها. حكمت اللعبة بعد ما كملتها، درت لها هكا ودرت لها ريموف، درت لها انستال ريانستال، يعني ديزانستاليناها خلاص من البارتيسيون هذيك الاي، وراح نحطوها في الدي. درك واش راح نديرو؟ نروحو نديرو انستال، يعطينا وين نحطو اللعبه بهذا الطريقه. واش هي؟ يقول لك ريس ديسك توب شورت كات، معناها تحط اللعبه في البيرو برا، ولا تحطها في ستارت ميني هنايا في هذا المكان. هنايا يقول لك لعبه عربيه، انا نحتاجها عربيه بعد، فيها 39 جيجا، وهاي اللي كيما قلت لك 38.65 قديمه. هنا واش يقول لك؟ تحطها في السي ولا تحطها وين؟ انت ما درك جاوبوني وين نحطها، عبالي ما تقدرش تجاوب خاطرك شاك ما كومش معايا. نحطوها هنايا في الدي، هاي لعبه وان كانت في البارتيسيون هذه اي، هاك شوف فيها ستيم ليبراري، نروح نحطها في الدي. واش يصرى خاوتي درك كي نحطها في الدي؟ نديرو ناكست وننتظرو قليلا، راح يسكاني اللعبه، وهنايا تقع الفاجعه، خي يقولوها الفاجعه. نلقاو اللعبه واجده فيها 38 جيجا، واش راح يولي يدير؟ راح يسكاني ويدير ريباراسيون، وبالعوض اللي تقعدوا 8 سوايع ولا نهار كامل انتم تيليشارجيو على حسب الانترنت تاعكم، راح تكوبيو هذوك البارتيسيون كومبليت اللعبه كامله، وتهزوا غير ميزاجور هذيك اللي فيها 12 جيجا، تسمى راح تحكم لكم مابا ساعه ولا ساعتين، خاصه اذا كنت عندكم انترنت مليحه. ننتظروا ونشوفوا ترى اسكو اللعبه راح تكوبا ولا لا. بعد ما نكوبيو اللعبه دوك نرجع لكم ونشوفوا بعينكم كيفاش سكانيناها وكيفاش اللعبه كملت. بعد ما كملنا التحميل تاع الكال اوف ديوتي كما قلت لكم، درنا لها الباك اب، هزيناها كما قلت لكم من بارتيسيون لبارتيسيون. نروحوا نفقدوا اول حاجه البارتيسيون تاعنا، نروحوا لهنايا ونروحوا البارتيسيون دي، ونروحوا ستيم ليبريري، وندخلوا لهذه ستيم ابليكاسيون، ونروحوا الكوما. هنا واش نلقى؟ نلقى الكال اوف ديوتي بجميع الملفات تاعها، بتاكدوا 100% نديرو هكا ونديرو بروبريتي، ونشوفوا هنا عندنا 41.4، وهذه بالميزاجور الاخيره. سنفقد الورقه هذه، يزيد يكون الصوت مش ماشي، هي بالميزاجور الاخيره. دركا واش نديرو؟ نديرو بلاي ونتاكدوا باللي اللعبه تاعنا نزلت، ما تقوليش فيها ميزاجور برك. ننتظروا قليلا، واذا ظهرت معنا اللعبه يعني بهذه الطريقه تكون نجحت معنا الخطه اللي درناها، ان شاء الله تنال اعجابكم انتم تاعنا. شوفوا حتى الدخله تاعها تغيرت، بقاتش كيما قبل، كان جيب لاك ولا الحمراء نورمالمون. دركا ها هي امامكم سيزون 3، هذيك كانت سيزون 2، وهذه امامكم سيزون 3، هاي شغاله ان شاء الله تنال كيما قلت لك تنال اعجابكم. ما تنساوش خاوتي في الاخير طابوني وتفعلوا الجرس وتعملوا لنا لايك الفيديو، واذا حبيتوا تعليق محفز تزيدوا نستمر الامام. هيا صافي فطوركم وسهر رمضانكم، واذا ما تلاقيناش صحيتكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.